السلام عليكم. خلصنا من عيد يا جماعه وخلاص بكفي نفلح النظارات، خلاص فليناها. اوكي تابعوا الانستغرام لان صرت اتفاعل هناك وانزل لكم محتوى، شكلي هنشهر على الانستغرام واسيبكم. بمزح معاكم يا اخوان، مالنا ما بنتحمل مزح. ما في شيء كثير مهم في كود موبايل، بس عجله حظ جديده للكي اسطوريه نزلت رح نجربها اليوم. بس يعني فاهمين علي، صار لي غايب عنكم يعني فتره العيد كامله، يعني كل عام وانتم بخير. زي ما شايفين هاي العجله نزلت يوم الجمعه واليوم رح نحصل عليها. عندي كم سكن الكي، بس هذا السكن صراحه لطيف، يعني شيك لي عليه كثير ذهبي وبينزل منه عملات، بصراحة السكن فخم. شكرا U4GM لرعاية هذا الفيديو. الموقع بوفر لك جميع الخدمات المتاحة فورز الموبايل، بداية من بيع حسابات مميزة، تختيم جميع المهمات، وأهم شيء عملات السي بي بخصم 50% عن سعر اللعبة، واستعمل كود نوفا عشان تحصل خصم إضافي 5%، الروابط في الوصف. أول سحبة 10 سي بي مروحية ما لها داعي، 30 سي بي مضرب، 50 سي بي ميدالية، 120 سي بي فاس، 200 سي بي رجاء اعطيني سلاح سريع عشان ما يعني فاهم ايش هذا السلاح. جاك 12، اذا جاك 12 له مقطع حاليا مع بعد ال كي جاك 12 تم. 320000 سي بي، عندي مشكله يا جماعه، وعدتكم انه راح اعطيكم بتلبسات وربحت ثلاثه اخترتهم ضفتهم على اللعبه، واحد منهم بس قبل والمسكين الاسعار عنده غاليه، فازوا ما قبلوا طلبات الصدقه اللي بعت لهم اياها، فانا مش عارف كيف ابعت لكم عملات. طيب راح اختار اثنين من الكومنتات تكتب الاي دي تبعك، ويا ريت تقبل طلب الصداقه عشان اقدر ابعت لك بتلباس، واهم شيء اسعارك تكون نفس اسعار حسابي. وزي ما شايفين حاليا قربنا نخلص، وانا حاليا في السحبه قبل الاخيره، ان شاء الله نحصل السلاح ونوفر 1000 سي بي في السحبه اللي بعدها. 950 يا رب سهل. ليه؟ ديش انا حزين، 1400 سي بي راحت على الفاضي. بنك اوكي، هذا طلع مش سلاح الديناميت، هذا عباره عن فلوس بس. فين زي ما شايفين جهزنا تركيبات تبعت السلاح، واعتقد ان هاي تركيبات مختلفه عن اللي بستخدمها في العاده، بس يعني ان شاء الله راح تكون شغاله. نو ستوك جوال ايوه هيك، اعطيني فيرنج ريج من الاول. شيك على السلاح، ما عارف انا عارف لما يعني ابدا استعرض السلاح مباشره بدخن الجيم على طول، في شيء تفاهم صراحه مو احلى استعراض، يعني السكن مش حلو زي ما في العجله موجود، بس خلينا نجرب في الاداء. اظن انه سلاح الكي كويس يعني شغال. هو انا مش سامع صوت السلاح ولا هو في فيش هو في فيش صوت، يعني فاهمين انه في مش في. يا ويلي على الثبات، يا ويلي قديش يعني صار لي سايب اللعبه، بس ما في ريكويل، مش حاسس انه في ريكويل في السلاح، والله العظيم يخوف. حد فاهم شو اللي بصير؟ الريكوي في اللعبة وين موجود؟ وينه؟ الو؟ يا الله وان شوت حرفيا. يا عم يا عم يا عم. يا بس هذا الريك ايش فيه؟ الريكوي الموتات اللي بموتها غريبة والكلات اللي بجيبها اغرب. زي يعني بتموت هيك ببساطة. كلات اللي بجيبها فيش ريكويل في السلاح، يعني حسيت يعني تخيل كان الموضوع يستدعي انك تفعل زلزال وانا وراه وانت وراي، يعني مش فاهم لهالدرجة كان الموضوع صعب انك تقتلني، يعني يا بائس. اوف 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 ويلي، انتوا شايفين كيف بشيل لونها؟ انتوا شايفين كيف الريكويل يا اخوان؟ هو في ريكويل اصلا عشان تشوفه. ما السلاح مستفز يا جماعه، انا معصب من السلاح لانه شوف ما في ريكويل، مستحيل هذا الكيم من زمان هيك ولا كان هسوي ميتا. بس 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 تأدب، الله ستر كان متت من فوق. بس شو وضع السلاح؟ الريكويل يا جماعة مش منطقي صراحة، من متى الريكويل تبع السلاح بهذا الشكل شغال؟ اسمحوا لي زمان ما جربنا الجاك 12 الشوت جان، فعشان هيك مش خلص بكفي على الكي. شفنا منه شيء مش طبيعي اساسا، الريكويل فيه صفر حرفيا صفر. ريد 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 كثير بخزي. لا 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 ايوه الحبة عارفين شيء؟ اظن كان لازم احط الليزر الام اي بي، اظن يعني اظن ليش حطيت شو اسمه؟ تفضل ما نور الله يمغصك.
اه والله. طيب الحمد لله عرفنا نجيب كل، بس انا رايح باتجاه غلط، بحاول اعمل فلانك. حلو، مو حلو بالمره صراحه. يا الله يا الله يا عم، انا ليش ما لعبت كمان جيم في ال كي وخلصت؟ ليه يعني حطيت حالي بموقف محرج زي يلا واحد اثنين في غيرك؟ يلا ولي ولي ولي، الله يشفيك الله يشفيك، قول امين. تفضل. لا بدي اطلع فوق، حرام. وين مزبله يا ابني؟ موت. وضع كثير سيء صراحة. يا بوي ما اسوأ السلاح، يا ويلي ما اسوأ. عالفاضي عالفاضي، يا سلام، وان شوت اخيرا. الحمد لله. اوه ايش بتعب؟ لا راسي يا ابني، بس مرة ولا احترم نفسك، احترم نفسك يا رب العالمين. الله الله، عاش عاش. هل حصلت مركز من ضمن الثلاثة الأوائل؟ ما أظن. أوكي حصلت الثاني، بس كان جيم سيء جدا صراحة. مش عارف كيف راح يكون بالفيديو صراحة، وأنا أصلا غلطان الحق علي اللي لعبت في جاك 12، ولكن يعني فرصة نجرب سلاح ما جربناه من سنوات. وغلط الثاني كمان انه ما حطيت له ليزر الام اي بي، عفوا اي نعم اي الام اي بي. لا تستعمل هذا الليزر، خصوصا لو ما بدك تفتح سكوب تستعمل هذا احسن لك. وما بهم هاي الاشياء اعتقد، يعني في تركيبات محتاجة تعديل بامانة. عموما السلاح مش احسن شيء، خلينا نرجع على الكي. الكي جامد صراحة، تركيبات قدامكم. ومش عارف مين اللي بزعق برا، بس تقريبا هو يحكي لي يعني طفي الفيديو خلاص بكفي، وانا يعني بصراحة راح ارد عليه. ومش نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، وللقاء، مع السلامة. الفقرة اللي بحبها، الفقرة اللي بكمل فيها فيها الفقرة اللي بكمل فيها الفيديو على 8 دقايق. لو وصلت هنا فهي لك حرية الاختيار، هل بتكون فيديو ورز الموبايل بكرة او فيديو بلود سترايك؟ اكتب لي وراح نمشي على الغالبية.